بالنسبة للمشروع اللي اقترحته علينا أخويا، إن شاء الله نجموا نعاونوكم، وفكرتكم باهية، وكم بريتو راهم وليداتنا ويزم نقفوا معهم. صحيح مروا بظروف اللي هي معناها خلت وصلتهم لشيء هكايا، ما احنا يزم نعاونوهم ونقفوا معهم، وقدرة ربي نكونوهم، وما فماش علاش باش يكونوا هما غدوة زادا يكونوا كيفنا احنا، دي شاف دونتربريز ويعطيوا الإضافة معناها لبلادنا إن شاء الله. إن عملنا اتفاقية مع جمعية فاس، وحاولنا أول محاولة قمنا بها هي أن نخدمه مع الوليدات المسرحين من الإصلاحيات. والله كجمعية معناها نحس اللي قاعدة تقوم بمجهودات، معناها أنا نعتبرها شريك معناها معانا، وتمثل جزء من المجتمع المدني، على خاطر مكتب التشغيل اللي هو مؤسسة حكومية، صحيح هو يستقطب الفئات هذه الكل، لكن وحده مش قادر انه يغطي معناها الفئات الكل. واحنا بطبيعتنا نلوجوا على الجمعيات هذية اللي نتكاملوا ونتعاونوا باش ننجموا نستوعبوا هالفئات الكل. وأنا نشكرها الحقيقة على المجهودات اللي قاعدة تقوم بها، واللي شفت معناها كيفاش قاعدة تتنقل هي من تونس، تجي معناها المختلف الولايات باش تعاون هالفئات هذية. ولعل خير دليل هي برشا اللي حلوا مشاريع عن طريق الجمعية هذه، برشا اللي تحصلوا على شهادات متاع تكوين عن طريق الجمعية هذه. وإحنا نفرحوا، إحنا زادة كمكتب تشغيل مستعدين بالبرسونال متاعنا، بالإمكانيات متاعنا، بالليزافونتاج اللي عنا، بالامتيازات اللي عنا، أن نتعاونوا مع الجمعية هذه. وديما الهدف متاعنا هو أن نخلق مواطن شغل لهالفئات هذوم. عندي شهادة في الألمنيوم، وحبيت نزيد نتعلم الخدمة ذي جديدة، معناتها إن شاء الله نهار واحد آخر ولا هكا، ولكن نجم نحل حانوت وحدي ولا حكاية، نجم معناتها نوقف على رزقي معناتها حانوت ولا حكاية. جماعة فاس يرحم والديهم تبعوني معناتها من الأول حتى لين قولي خدمة، يرحم والديهم وعملوا معي كان باهي معناتها. تعرفت عليهم، جيتهم غادي طلبوني، جوني شؤون اجتماعية ومشيت معناها حضرت على اجتماع غادي. ما شاء الله ما يحبوا على مصلحة العباد، ويحبوا معناها يصلحوا شؤون اجتماعية متاع العباد وكذا، ما شاء الله راهي باهي معناها. يحبوا اللي يحب يقدم معنا ماذا بيه، ما يوخرش معنا يجي ويدخل معهم، يشوفوا له حل بإذن الله. ما ماذا بيه ننصح الشباب معنا كذا يتبعوا هذا برنامج فاس، خاطر معنا بإذن الله يقولك مستقبل ويتبعوك في الخدم وكذا، بشي معنا يحسنونك مستقبلك بإذن الله. كملنا الخمسة ورشات، وهذه التثمين للخدمة اللي خدمناها. كان معنا السيد فرج صاحب مؤسسة ألومنيوم الساحل الحقيقة، وكان متعاون برشا، وعمل لنا انتداب لخمسة شباب، منهم انتداب في العمل ومنهم فورماسيون وانتداب، وكانت فرحة على وجوه الشباب هذيا، كانت غير منتظرة، ما كانوش يتصوروا اللي هما كانوا يجموا يوصلوا باش يخدموا في شركات كيف هذوما. ونتمناو للشباب اللي مازال باش يحاول يدخل في المشروع هذيا.